الميراث تولى بيانه رب العالمين جل في علاه في قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر ما ذكر الله تعالى من قسمة المواريث. وبالتالي ليس لأحد أن يمنع أحدا ما أعطاه الله تعالى إياه، ولو كان غاضبا منه أو كان لا يجد أنه ممن يستحق، لأن الانتقال في هذه الحال، انتقال المال من الشخص بعد موته إلى ورثه، انتقال قهري وليس اختياري، بمعنى أنه ليس شيئا يختاره هو، إنما ذلك تملك قهري غير اختياري يدخل في ملك الوارث ولو لم يرضى بذلك، ثم بعد ذلك إذا شاء أن يخرجه فهو يتصرف فيه، لكن ذلك انتقال ليس باختيار المورث ولا باختيار الوارث، وله من التصرف في ماله بقدر الثلث. ولذلك قال: لا وصية، ولذلك قال أجمع أهل العلم أن الإنسان له أن يوصي بثلث ماله. وفي حديث سعد بن أبي وقاص لما استأذنه في أن يتبرع بعد موته بماله أو شطره أو ثلثه، قال: الثلث والثلث كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير.